وزير التربية والتعليم، الطالب المتظلم من نتيجته يمكنه تصحيح ورقته بنفسه بمقر الكنترول. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم طمأن طلاب الثانوية العامة وقال إن كل طالب متظلم من نتيجته هياخد حقه، وأكد إن الطالب اللي هيتقدم بتظلم هيتم دعوته للاطلاع على تظلمه بمقر الكنترول، وهيتسلم كراسة الأسئلة الخاصة بيه ونموذج الإجابة المقابل ليها والبابل شيت الخاص بيه. الدكتور طارق شوقي قال كمان إن الطالب يمكنه تصحيح ورقته بنفسه في حضور ولي الأمر أثناء جلسة الاطلاع عشان يتأكد من نتيجته ويكتب ملاحظاته إن وجدت، ولكن لا يجوز الاعتداد بأي شيء مكتوب على ورقة الأسئلة.